أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. المدفعية التركية تستهدف بالمدفعية الثقيلة نقاط تمركز لقصد على أطراف نهر الفرات بريف حلب الشرقي وفق مراسل حلب اليوم. الدفاع المدني يعلن إخماد 4 حرائق في شمال غرب سوريا، 3 منها منزلية في مدينة عزاز شمال حلب وبنش وكللي في ريف إدلب، جميعها بسبب المدافئ، واقتصرت الأضرار على الماديات. مقتل الشاب لؤي الجبان برصاص عناصر قصد إثر استهداف سيارته على حاجز قرية الخطاف بريف منبج شرقي حلب. مظاهرات حاشدة رفضاً للتصالح والتطبيع مع نظام الأسد في مدن وبلدات حارم وكفر لوسين في ريف إدلب وعفرين وعزاز ومارع ودابق وجرابلس بريف حلب. مديرية المخابرات التابعة للجيش اللبناني تعلن تحرير الطفلين السوريين مهند وغالب عروب اللذان اختطفا في تشرين الأول عام 2022 في مدينة بعلبك اللبنانية إثر عملية نوعية. وسائل إعلام تركية تنعي الجندي التركي سلجوق كورت المنحدر من ولاية مرسين والذي قضى إثر سقوط صواريخ على قاعدة تركية شمال سوريا.